رئيس نقابة كنابيست لإلقاء كلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. نبارك هذا المسعى التي قامت به المؤسسة، ونهنئ جميع التلاميذ اللي توفقوا في هذا الامتحان. نتمم هكذا مبادرات في جميع المؤسسات خدمة لمصلحة الساحة التربوية كشريك اجتماعي. إن كنا معروفين بالمتابعة اليومية لمشاكل الأساتذة، الهدف الأسمى الذي نبحث عنه دائما هو وضع الأستاذ في مكانته المرموقة، بطبيعة الحال المكانة التي يكون عليها الأستاذ سوف يصب إيجابا على مصلحة التلاميذ خلال المردود. وبالتالي فأكرر تهنئة التلاميذ على هذا التفوق. ثانوية مغني صنديد معروفة كثانوية عريقة، وبالتالي ليس غريبا المكان التي تحتلها دائما من حيث النتائج ومن حيث التعداد. نشكر الجميع على المجهودات المبذولة، والمطلوب هو من التلاميذ هو مواصلة الاجتهاد للحفاظ على هذه المكانة والذي يصب دائما في مصلحة التربية على مستوى ولاية عين تيموشنت. إذا نشكر الجميع، والمطلوب دائما كما قلنا هو مواصلة الجهود لخدمة الساحة التربوية وبقاء ولاية عين تيموشنت من الولايات الرائدة على المستوى الوطني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.